السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نصمم مدينة شرطية على لعبة سيتيز سكاي لاينز. صراحة دقة اللعبة ديت تخليك تحس كده ان انت قدام كورس تعليمي ازاي تصمم، وفي كل التفاصيل اللي انت محتاجها في تصميم المدينة. المدينة الشرطية عبارة ان هناخد الطريق الرئيسي، وبيبدأ يبقى فيه تفرعات على الجانبين. اللي كان مشهور بيها سوريا متى، اقول له انا عايز ارسم الطريق اهو. دي المنطقه بتاعتي، الحدود بتاعتي، وده الطريق بتاعي اهو، تمام اهي. وبعد كده ممكن اقول له انا عايز ارسم مستقيم من هنا لهنا، وبعد كده ببدأ أرسم الطرق الفرعية بتاعتي بالشكل دوت. وكل واحدة فيهم تقدر تفرع لي حاجات الفرعية بتاعتها، والعيب بتاعها إن في بعض الأماكن هتبقى بعيدة عن الخدمات الرئيسية للمدينة بتعملها، تمام. وبرضه الناحية التانية طيب، وبعد كده بتبدأ بقى تعمل الطرق الفرعية، مثلا من طريق فرعي اهوت. طيب وبعد كده بقى نبدأ بقى ايه نحط ال طبعا المفروض تبدأ تعمل كله، بس خلينا نبدأ نحط بقى البيوت شوية عشان الناس تيجي. خلي بالك عدد هنا زيرو، فبتبدأ بقى تحط بقى تقول له أنا عايز أعمل هنا بيوت، وتبدأ تعمل الحاجات الخدمية. هو الطلب لغاية دلوقتي على البيوت، محدش عايز مباني خدمية. تبدأ بس تقول له إن هنا مصانع عشان الناس تيجي تشتغل. طيب محتاجين أول حاجة بقى نعملها إن إحنا نحط مصدر للكهرباء، وليكن مثلا هنا بقى بتشوف أحسن مكان للرياح اللي هي الأماكن الغامقة ديت، تمام. وتبدأ توصل بقى للأماكن اللي أنت عملتها. أي مكان هيبقى فيه سكن نبدأ نوصل لهم الكهرباء، وعايزين بقى مية، الناس هتقعد كده من غير مية يعني. المية هيت ونبدأ نوصل لهم. ونبدأ نوصل الكهرباء بقى للمحطة ديت. عايزين نوصل الدرينج، تمام، بس نبعده عن المية عشان ايه. طول ما انت عمال تبني بيوت وكده هتبدأ الناس تيجي عندك، فتبدأ تيجي دخل وحاجات زي كده. هما دول كلهم عايزين ايه؟ عايزين صرف. طيب نخليهم صرف. اهو الحتة دي عايزة مية، في ناس هيقولك احنا عايزين مية. طب خلينا نشوف الصرف برضو أهم.
نقدر نقول لهم لاز ميه في حد عايز ميه، المنطقة دي بدأ المصانع تشتغل فمحتاجين نحط لهم ميه ونحط لهم كهرباء. خلينا الصرف برضو بيقولك بشوف الضرايب، تقدر تشوف ال عايز في الضرايب، عايز قروض، عايز تشوف التوازن بينهم. كل شوية بيبدأ تنزل لها حاجات كتيرة تبدأ تشتغل عليها. طيب خلينا نوصل الكهرباء للصرف. وصلنا لها الكهرباء اهوت، وعايزين نعمل محطة صرف تانية درينيش اهيت، نبدأ نوصلها. الناس هي بدأت تيجي، هتلاحظ بقوا 98 تمام اهو. كل ما بيجوا كل ما بيشتروا منك ومن محلات فبتبدأ الفلوس تزيد.